قرقستان، ونحن أحيانا نختصرها نقول قرقيزيا، دولة مسلمة ولله الحمد، يظهر فيها الإسلام والمساجد، كذلك يوجد بها دراسة، يعني جامعة يدرس فيها الإسلام. الحدود الصين يحدها الصين، وكذلك أوزبكستان وطاجكستان وكازاخستان، هذه حدود الدولة. عدد السكان تقريبا 6 ملايين. العاصمة بشكيك، نحن الآن قرب العاصمة. المطار يسمى بمطار مناس، والله أعلم.